تامر حسني يشعل مسرح أبو بكر سالم في البوليفار سيتي في الرياض، ويبهره التصميم وتفاعل الجمهور السعودي معه، وتركي آل الشيخ وسفير فرنسا في السعودية يحضران الحفل. أحيا الفنان المصري تامر حسني مساء أمس حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح أبو بكر سالم في البوليفار سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021. الحفل كان ضخماً من حيث عدد من حضروه، إذ نفذت التذاكر المخصصة للحفل بالكامل. اللافت أمس هو أن مدير عام الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ حضر حفل حسني شخصياً، وكانت المرة الأولى التي يحضر فيها آل الشيخ حفل فنان ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام. كما حضر لودوفيك بوي السفير الفرنسي في السعودية حفل أمس، وصفاً حسني بالمغني الأسطوري ومبدياً إعجابه ببرنامج موسم الرياض. التفاعل بين الفنان وجمهوره كان كبيراً ولافتاً، إذ رافقه الحضور بالهتاف والتصفيق وشاركه بالغناء مرات عديدة خلال الحفل، على أن هذا التفاعل لم يقتصر على المسرح فقط، إنما انعكس آراءً وتعليقات على شبكة تويتر في السعودية. مستخدمون كثر أبدوا إعجابهم بالحفل الذي حضروه، معبرين عن سعادتهم بحضور حسني إلى الرياض. بعد الحفل صرح حسني معبراً عن إعجابه بالجمهور السعودي المتفاعل، واصفاً إياه بالجمهور الرائع، واعتبر أن حفلة أمس كانت من أجمل حفلاته. أما عن حضور المستشار آل الشيخ فقال أنه تفاجأ به، خصوصاً عندما عرف أن حفلته هي الحفلة الوحيدة التي قرر حضورها شخصياً، معتبراً ذلك أمراً مشرفاً له. وقد أبدى الفنان إعجابه بضخامة مكان الحفل وبتصميمه الذي لفت نظره.